السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبة طلاب الصف الخامس الابتدائي. أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله عندنا النهاردة مراجعة ليلة الامتحان على مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2024 من مذكرة الأستاذ محمود سعيد، وإن شاء الله هسيب لك رابط المذكرة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، حملها وذاكر منها إن شاء الله لنخرج على الامتحان، لأنها طبعا شاملة كل امتحانات الأعوام السابقة زائد نماذج الوزارة الاسترشادية. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. يلا بينا يا سنة خمسة نشوف الفيديو بتاعنا. نبدأ بسم الله. عندنا أول حاجة في المذكرة، عندنا أهم مرادفات الفصل الدراسي الأول. طبعا احنا المذكرة إن شاء الله هتلاقي فيها بنك أسئلة وبنك إجابات، تمام؟ دي طبعا أهم الكلمات ومعناها والكلمات ومضادها المقررة علينا في الفصل الدراسي الأول، تمام؟ وبعدين هندخل على تاني سؤال معانا، وأول سؤال معانا بيكون معانا في اللغة العربية، وهو بيكون سؤال نصوص الاستماع. هنديكم نبذة مختصرة كده عن ايه، عن شكل الورقة الامتحانية. ان شاء الله هيكون الامتحان مكون من 8 اسئلة. السؤال الاول هيكون نص استماع عليه 3 درجات، تاني حاجة يكون التعبير الكتابي عليه 5 درجات، تالت حاجة بيكون النص الادبي عليه 5 درجات، وبعدين النص المعلوماتي 4 درجات، وعندنا سؤال النصوص الشعرية 3 درجات، وعندي سؤال النحو ب5 درجات، وسؤال الخط عليه درجتين، وسؤال القواعد الإملائية عليها 3 درجات. المجموع الكلي للمادة هيكون إن شاء الله من 30 درجة. يلا بينا نقرأ مع بعضينا نصوص الاستماع ونحل مع بعضينا الأسئلة. أعمل إيه يا سنة خمسة أول ما أخد ورقة الإجابة؟ طبعا بعد ما أكتب بياناتي أعمل إيه؟ أقرأ أسئلة نص الاستماع. ليه؟ لأن المدرس لما يجي يلقى عليا نص الاستماع أركز معاه في إجابات هذه إيه؟ هذه الأسئلة. بأول حاجة بعد ما أكتب بياناتي أقرأ الأسئلة مرة واتنين وتلاتة بتاعت نص إيه؟ نص الاستماع. بأول حاجة نقرأ إيه؟ نقرأ الأسئلة. عندي رقم واحد قال لي استمع ثم اختر المعنى الصحيح لما تحتوي خط في الجملة التالية: وهبنا الله العقل يهدينا إلى السبيل الصحيح. كلمة يهديني، يهديني يرشدني ولا يكرمني ولا يعطيني ولا يزينني. قال لي أكمل ما يأتي: آمن المتحدث بأن الله وهبه نقط ليهديه إلى نقط الصحيح. رقم جيم قال لي كيف نجح المتحدث في تحقيق الإنجاز. قرينا الأسئلة، نقرأ مع بعضنا نص الاستماع وبعدين نحل الأسئلة. قال لي سأل المذيع ضيفه الفائز بجائزة أفضل اختراع: ما الأسباب التي ساعدتك على تحقيق هذا الإنجاز؟ فرد قائلا: لقد آمنت بأن الله فطرني ووهبني العقل ليهديني إلى السبيل الصحيح، فرتبت أولوياتي وبدأت بالتساؤل ثم البحث والتجريب. تمام، ابقى عندنا السؤال الاول بيقول لنا ايه معنى، اختر المعنى الصحيح لما تحته خط: وهبني الله العقل ليهديني الى السبيل الصحيح. ليهديني دي معناها يرشدني، يكرمني، يعطيني، يزينني. طبعا ليهديني اي بمعنى ايه؟ يرشدني. اكمل ما ياتي، قال لي امن المتحدث بان الله وهبه، طبعا وهبه ايه؟ العقل، ليهديه طبعا الى السبيل الصحيح او الطريق ايه؟ الصحيح. تمام، عندي رقم جيم بيقول لي ايه كيف نجح المتحدث في تحقيق الانجاز. طبعا نجح لانه امن بالله بان الله فطره وهبه العقل ليهديه الى السبيل الصحيح، فترتب ايه؟ فرتبت أولوياته وبدأ بالتساؤل ثم البحث إيه؟ والتجريب. وإن شاء الله هتلاقي كل الإجابات دي موجودة معاك في المذكرة. هننتقل إلى النموذج رقم 2. النموذج رقم 2 بيقول لنا استمع ثم اختر المعنى الصحيح. نقرأ الأسئلة. حب الجمال لا يقتصر على الإنسان فقط. كلمة يقتصر هنا معنى يوجد ولا يتوقف ولا يحدث ولا يظهر. ضع علامة الصح أو غلط أمام العبارة التالية: الجمال مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر. عبارة صح ولا غلط؟ بما تتعلق قيمة الجمال كما فهمت من الفقرة. جرينا احنا كده مع بعضينا الأسئلة، نشوف مع بعضينا نص الاستماع. بيقول ايه نص الاستماع؟ يعد الجمال من الأمور التي فطر الله على حبها، والتي ترتبط بشكل قوي بعاطفته وسلوكه الإيجابي. هو هذا بالإضافة للأمور الحيوية كالصحة والسعادة. وحب الجمال لا يقتصر على الإنسان بل يشمل الحيوانات والطبيعة والجمال.
مسألة نسبية بتختلف من شخص ايه لآخر، يبقى الجمال دي مسألة نسبية بتختلف من شخص لآخر لأنها بتتعلق بالبيئة وطريقة التفكير والذوق الخاص. تمام، نشوف بقى مع بعضينا حل هذا ايه النموذج. قال حب الجمال لا يقتصر على الإنسان فقط. يقتصر هنا معناها ايه؟ طبعا هنا معناها يتوقف، حب الجمال ايه لا يتوقف عن ايه على الانسان فقط. عندي السؤال رقم 2 بيقول لي الجمال مسألة نسبية تختلف من شخص لاخر، العبارة صح ولا غلط؟ طبعا هنا العبارة صحيحة. قال بما تتعلق قيمة الجمال كما فهمت من الفقرة، طبعا بتتعلق بالبيئة وطريقة التفكير والذوق الخاص، تتعلق بالبيئة وطريقة التفكير والذوق الخاص. ننتقل إلى النموذج رقم 3، بيقول استمع ثم إيه أكمل. استمع ثم أكمل. نهر النيل يقع في القارة نقط. تمام، عندي رقم 2 قال الدول التي يمر بها نهر النيل يطلق عليها إيه؟ هنعرفها لما إيه نجرى نص الاستماع. قال حمى نهر النيل مصر من ظاهرة نقط. تمام، نقرأ مع بعضنا نص الاستماع. قال نهر النيل من أطول أنهار العالم، ويقع في القارة الإفريقية من جهة الشرق، ويمر في دول عديدة يطلق عليها دول حوض إيه حوض النيل. ولنهر النيل فضل عظيم على مصر، فقد صانها من ظاهرة الجفاف التي تعرضت لها دول عديدة. تمام، نشوف بقى احنا مع بعضينا الاسئله. عندي السؤال الاول بيقول لك نهر النيل بيقع فين؟ طبعا بيقع في القاره الافريقيه، طبعا كلها هتلاقوه معاكم في نموذج الاجابه. الدول التي يمر بها نهر النيل يطلق عليها دول ايه؟ طبعا يطلق عليها دول حوض النيل. رقم 3 قال حمى نهر النيل مصر من ظاهره، طبعا الجفاف، من ظاهره الجفاف. عندنا النموذج رقم 4 قال استمع ثم اختر المعنى الصحيح لما تحته خط. القوى الحقيقي هو الذي يوقن انه قادر على النهوض. هنا معناها ايه؟ يشك ولا يتأكد ولا يتردد ولا ايه يغير. تمام، عندي السؤال رقم ب بيقول ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارة ايه التالية. على الانسان ان يصبر ويحاول حتى يصل لهدفه. تمام، رقم جيم قال لي من القوى الحقيقي، من القوى الحقيقي كما فهمت من ايه من العبارة. نقرأ مع بعضينا نص الاستماع. قال اياك والاستسلام لانه يجعلك ترى الامور بشكل غير واضح ويصيبك بالكسل، ونتيجة لذلك لا تنجح في اتخاذ القرار الملائم فتندم، ولذا اصبر وحاول من جديد حتى تصل لهدفك وتحقق حلمك، واعلم ان القوى الحقيقي هو الذي يوقن انه قادر على النهوض مرة اخرى بعد الوقوع ليصل الى اعلى القمم ويكون من المبدعين. تمام، نشوف مع بعضينا الاجابات. عندي السؤال رقم ألف بيقول ايه القوى الحقيقي هو الذي يوقن انه قادر على النهوض. كلمة يوقن هنا معناها ايه؟ طبعا هنا معناها يشك ولا يتأكد ولا يتردد ولا يغير. طبعا يوقن بمعنى يتأكد، يتأكد انه قادر على النهوض. عندي السؤال رقم ب بيقول ده علامة صح او غلط امام العبارة التالية. على الانسان ان يصبر ويحاول حتى يصل لهدفه، هنا العبارة صحيحة. قال لي من القوى الحقيقي كما فهمت من الفقرة؟ طبعا القوى الحقيقي هو الذي يوقن، القوي الحقيقي هو الذي يوقن أنه قادر على النهوض مرة أخرى بعد الوقوع ليصل إلى أعلى القمم ويكون من المبدعين. ننتقل إلى التعبير الكتابي. عندنا التعبير الكتابي يا سنة 5 إن شاء الله هيكون عليه 5 درجات، هيكون عليه ايه 5 درجات، وانت اللي هتكتب الموضوع، موضوع التعبير من نفسك. هو هيديك عنوان الموضوع وانت ايه هتحلل عناصره ايه وتكتبه. تمام، اول حاجة بيقول لك اكتب قصة قصيرة مع مراعاة العنوان والمدخل والحدث والزمان والمكان والشخصيات والنهاية فيما يتراوح ما بين من 50 لمات ايه كلمة. نكتب مع بعضنا قصة قصيرة بس احنا هنراعي ايه العنوان. تمام،
قال لك يحكى أن في صباح يوم من الأيام خرج الفأر إلى الغابة يهز ويصيح أنه ملك الغابة. سمع الأسد كلمات الفأر كما سمعها كل حيوانات الغابة، وهنا توقع الجميع بطش الأسد وأنه سوف يقتل الفأر، ولكن الأسد ضحك وانصرف قائلا الغابة ملك إيه للجميع. وطبعا هنا ده سؤال مفتوح، كل واحد يكتب طبعا إيه القصة القصيرة اللي تعجبه. تمام، عندي السؤال اللي بعده، قال ارسم أو استخدم المخطط التالي لكتابة نص وصفي عن خالك العزيز. تمام، هو مديني العنوان خال العزيز، مديني المقدمة قال لي للخال مكان مميزة في قلب العائلة، عم مديني وصف الشكل الخارجي قال لي طويل القامة وذو عينين سودان وعندي شعر بني كثيف، ووصف الشخصية شخص ملتزم يهتم كثير بعمله ويعمل بجد، وعندي الخاتمة اللي هو خالي هو مثل الأعلى وأتمنى أن أصبح مثله عندما أكبر ودائما أفخر به في كل مكان إيه وزمان. بأول حاجة بنكتبها في النص الوصفي، أول حاجة العنوان، العنوان مديهولي اللي هو إيه خالي العزيز، أكتب المقدمة إيه اللي في المقدمة للخال مكانة مميزة في قلب العائلة. تمام، فهو يجمع بين قوة الأب وحنان إيه الأم. يبلغ خالي، طبعا هنتكلم دلوقتي عن وصف الشخصية، يبلغ خالي من العمر 25 عاما وهو طويل القامة، ده وصف إيه الشكل الخارجي، ذو عينين سودان عين طبعا وشعر بني كثيف ووجهه قمحي جميل، وهو مثل صديق المقرب، يلقب خالي في العائلة بقاهر المشكلات، فهو يساعد الجميع ويعتمد عليه دائما في حل المشكلات وقضاء المشاوير المهمة، وبرغم ذلك فإنه شخص ملتزم، ده شخص إيه ده وصف طبعا إيه وصف الشخصية، قلناها إيه وصف الشخص الخارجي ووصف الشخصية، دكتور إحنا بنوصف إيه بنوصف الشخصية، إن هو شخص ملتزم ويهتم كثير بعمله وبيعمل بجد، وخالي هو المثل الأعلى، طبعا هكتب دكتور الخاتمة اللي هو إيه خالي هو مثل الأعلى وأتمنى أن أصبح مثله عندما أكبر ودائما أفخر به في كل مكان إيه وزمان. تمام، عندنا النموذج رقم 3 بيقول اكتب سيرتك الذاتية متناولا العناصر الآتية، مكان الميلاد والنشأة والأسرة وموقف مهم وطموحك في المستقبل. طبعا عندنا كتابة السيرة الذاتية طبعا بنستخدم فيها ضمير المتكلم اللي هو ايه انا، اقول انا مصطفى ولدت عام 2012 ميلاديا في اسوان، ابي يعمل مرشدا سياحيا وامي مهندسة بترول، التحقت بالحضانة في المدرسة الابتدائية وانا الان في الصف الخامس الابتدائي، احب الرياضة بالاخص رياضة كرة القدم، ذات يوم اصبت بالبرد وكانت مباراة مهمة ولم استطع المشاركة ولكن فريقي فاز بالمباراة وهذا هو الاهم، ارجو ان يفوز فريقي ايه دائما. تمام، عند النموذج رقم 4 هو بقى مديني هنا النموذج جاهز معايا، سيرة ذاتية جاهزة، بس انا هحلل ايه هحلل هذه السيرة الذاتية الى ايه عناصرها. قالك انا عمر سني 10 سنوات، اعيش في القاهرة، اسرتي مكونة من 5 افراد، انا في الصف الخامس الابتدائي واحب من المواد الدراسية العلوم وامارس رياضة كرة اليد، وقد فزت مع فريقي ببطولة في العام الماضي، من الأيام التي لا أنساها يوم المباراة النهائية حيث كنا حريصين جدا على الفوز، حلمي أن أحقق بطولات عديدة مع فريقي وأصعد للفريق الأكبر. قال لي أكمل من خلال فهمك للسيرة إيه الذاتية، نقولنا في السيرة الذاتية بنستخدم إيه ضمير أنا، ضمير المتكلم أنا. تمام، يوم لا ينساه عمر، طبعا اليوم الذي لا ينساه عمر هو يوم المباراة النهائية حيث كنا طبعا حريصين هو وفريقه على ايه على الفوز، حلم يتمناه عمر، طبعا حلمي انه يحقق بطولات عديدة مع فريقي واسعد للفريق ايه الاكبر. تمام، ننتقل الى السؤال قراءة المتحررة، عندنا سؤال القراءة المتحررة سنة 5 بيكون عليه 5 درجات. تمام، ذات يوم رجع أحمد من المدرسة، نقرأ كويس القطعة وطبعا الإجابات كلها بتكون موجودة معايا في القطعة، لا
رجع أحمد من إيه؟ من المدرسة، لاحظت الأم ظهور ملامح الحزن عليه وسألته لماذا تبدو حزينا، فقال لقد ظهرت نتيجة الاختبار الشهري ولم أحصل على الدرجة النهائية. حينها قالت الأم لا تحزن، لقد فعلت ما تستطيع وعليك أن تركز في الاختبار المقبل. جاليهات من الفقرة معنى القادم. طالما قلنا هات من الفقرة يبقى الإجابة موجودة معايا فين؟ في الفقرة. معنى القادم أي إيه؟ المقبل. معنى القادم بمعنى إيه؟ المقدم. جمع ملمح طبعا إيه؟ ملامح. جمع ملمح ملامح، تمام. أكمل، جالي بدت على أحمد ملامح طبعا إيه؟ الحزن عندما رجع من المدرسة. لم يحصل أحمد على الدرجة النهائية في إيه؟ طبعا في الاختبار الشهري. عندنا النموذج رقم 2 بيقول ذات يوم عادت مروة من عيد ميلاد صديقتها حزينة، يبدو عليها الضيق والغضب، ولاحظت يوم أمها ذلك فسألتها ماذا بك؟ قالت أنا لست جميلة، صديقات أجمل مني. سألتها الأم لماذا تقولين ذلك؟ قالت ملابس صديقاتي في عيد الميلاد أجمل من ملابسي، هن أجمل مني. فقالت الأم لا تقولي ذلك، لا، لكل إنسان جماله الخاص، والجمال ليس جمال الشكل فقط، هناك جمال أهم بكثير. اهتمي بعائلتك وساعدي صديقاتك وقت الشدة، وعاملي الناس معاملة حسنة وستكونين الأجمل. الجمال الحقيقي ليس جمال الشكل، الجمال الحقيقي هو الذي يتبين في الأخلاق والصفات. جليهات من الفقرة معنى يظهر. يظهر هنا معناه ايه؟ يتبين. يظهر بمعنى ايه؟ يتبين. مضاد القبح طبعا ايه؟ الجمال. مضاد القبح الجمال. ضع علامة الصح او غلط امام العبارات التالية. لكل انسان جماله الخاص به، طبعا هنا العبارة صحيحة. الجمال الحقيقي هو جمال الشكل والمظهر، طبعا هنا العبارة ايه؟ العبارة خاطئة، تمام. طبعا الجمال الحقيقي هو الذي يتبين في الأخلاق ايه؟ والصفات، وليس الشكل والمظهر. عندي سؤال رقم جيم بيقول متى يكون الإنسان جميلا كما وضحت الأم؟ طبعا حينما يهتم بعائلته، وطبعا ايه؟ وقت، ويساعد أصدقائه وقت الشدة، ويعامل الناس معاملة إيه؟ حسنة، تمام. عند النموذج رقم 3 بيقول لنا إيه؟ يمضي الزمن ويحتاج الإنسان إلى اختراعات. اختراعات إيه؟ يختلف الناس. يمضي الزمان ويحتاج الإنسان إلى اختراعات وابتكارات تسهم في تيسير حياته وتزيل العقبات التي تواجهه. فهناك علاقة متينة بين حاجات الإنسان واختراعاته، لذلك يقوم المخترعون بمحاولات متتالية للوصول إلى اختراعات جديدة، وبعد أن يفرغوا من اختراعاتهم يعاودوا غيرهم البحث ليواصلوا التطوير والتحسين. والهاتف مثال واضح على ذلك، فقد كان في بادي الأمر هاتفا أرضيا، ثم تطور إلى هوائي، إلا أن تم ابتكار الهاتف المحمول الذي أصبح في متناول الجميع. رقم ألف قال لي ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تبقى الاختراعات في صورتها الأولى بغير التطوير، طبعا هنا العبارة العبارة خاطئة. قال لي هات من القطعة معنى الكلمة التي تحتها خط. توجد علاقة قوية بين العمل وحب الإنسان للحياة، طبعا قوية هنا معناها إيه؟ معناها متينة. معنى قوية هنا بمعنى إيه؟ بمعنى متينة. فهناك علاقات إيه؟ علاقات متينة، تمام. هنشوف مع بعضنا سؤال رقم جيم قال لي لماذا يعد الهاتف نموذجا واضحا لتطور الاختراعات؟ طبعا قلنا أنه لأن في بادئ الأمر كان هاتف أرضي، ثم تطور إلى هوائي، إلى أن تم ابتكار الهاتف المحمول الذي أصبح في متناول الجميع. نكتفي معكم بهذا القدر في القراءة المتحررة، وإن شاء الله هتلاقوا باقي النماذج موجودة معاكم في المذكرة عشان ما نطولش عليكم الفيديو. ننتقل إلى السؤال سؤال النص الشعري. عندنا سنة 5 سؤال الرابع اللي هو النصوص متحررة المحتوى. طبعا النص متحرر المحتوى بيكون 3 أسئلة عليهم 3 3 نقاط، 3 أسئلة ب3 نقاط. نقرأ مع بعضينا نص الشعر بيقول لنا
حيوا معي يوم المعلم، وقفوا احتراما في علا الأمجاد، رب الشباب على الفضائل والإباء بالدين والأخلاق والأرشاد والإرشاد. جلدها علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة غير إيه؟ غير الصحيحة. عندي السؤال رقم 1، قال لي معنى الإرشاد التوجيه، هنا العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. قال لي هات من البيتين كلمتين لهما نفس القافية، قلنا القافية اللي هو التوافق أواخر إيه؟ الأبيات. عندنا كلمة الأمجاد وكلمة الإرشاد، تمام؟ قال لي كلمة لها نفس نهاية الرحاب، عندنا كلمة الشباب، كلمة إيه؟ الشباب. قال ما واجبنا تجاه المعلم؟ طبعا تحية المعلم إيه؟ واحترامه، تمام. عندنا النموذج الثاني، قال ايه؟ قال الجمال سائلا اتعرفون من انا؟ انا الذي لروحكم نبع السرور والهنا، قد طير طرت عاليا اقولها ومعلنا، ان القلوب موطني وهي الاجل موطنا. اختر الاجابة الصحيحة. معنى الاجل، معنى الاجل، الأعظم، الأفضل، الأكبر، الأكرم. طبعا معنى الأجل طبعا إيه؟ الأعظم. مضاد الجمال الشر، المرض، القبح، الكره. طبعا مضاد الجمال طبعا القبح. قال عن أي شيء سألنا الجمال في البيت الأول؟ طبعا سألنا عن الجمال. قال بإيه؟ أتعرفون من أنا؟ أين يسكن الجمال؟ طبعا بيسكن الجمال في القلوب. عندنا النموذج رقم 3، بيقول ايه؟ انا التعاون من صفات العاقل، يرقى به نحو النجاح الكامل، لولا التعاون بين ابناء الورى لم يبني مجد في الزمان الاول، فتعاونوا في كل خير تفلحوا، اياكم من راق متكاسلا. قال لي تخيل لم يبني مجدا، ده تعبير حقيقي ولا مجازي؟ طبعا هنا التعبير مجازي، حيث سبها طبعا المجد بايه؟ بشيء مادي يبنى، تمام. عندي السؤال رقم ب، قال لي اكمل معنى الورى. الورى معناها ايه؟ الخلق. الورى بمعنى الخلق. ماذا يحدث اذا تعاون افراد المجتمع؟ طبعا يرقى نحو النجاح المتكامل ويبنو المجد. عندنا النموذج رقم 4، بيقول ايه؟ لك التكريم يا قمر الليالي، ففيك تجمعت زين الخصال، بقلبك قد علوت اليوم قدرا، فقدرك بين كل الناس عالي، سأشكر ما حييت معلماتي، لأن لهن فضل الولدات. فضل ايه؟ الوالدات، تمام. قال تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، مرادف قدر، قوة ولا مكانة ولا عظمة ولا شهرة؟ طبعا قدر هنا معناها ايه؟ معناها مكانة، قدر هنا بمعنى مكانة. مضاد تجمعت، رحلت، تنوعت، تفرقت، ابتعدت، طبعا بمعنى ايه؟ تفرقت. ضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. تتصف المعلمة باجمل الصفات والخصال، العبارة ايه؟ العبارة صحيحة. رقم 2، قال يا قمر الليالي، تعبير حقيقي؟ لا طبعا هنا التعبير ايه؟ تعبير مجازي، تمام. ننتقل الى سؤال النحو. عندنا سؤال النحو سنة 5، بيكون عليه 5 ايه؟ درجات. قال لي اولا اختر الاجابة الصحيحة، نقط يؤدي ايه؟ الى الفشل، التشاؤم. طبعا العبارة الصحيحة اللي هي ايه؟ اللي هي رقم باء، اللي هي ايه؟ رسم الهمزة على الواو، رسم الهمزة على ايه؟ على الواو، تمام. عند رقم 2، قال تعاون نقط في نظافة الشارع، الجيران، الجيران، الجيران. طبعا عندي هنا اللي ناقص معايا في الجملة هو الفاعل، والفاعل بيكون على طول ايه؟ مرفوع، علامة رفعه الضمة، اذا طبعا اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث ايه؟ سالم. بهنا نختار كلمة الجيران بالضم. رقم 3، نقط رسامون مبدعون، هم ولا هن ولا هي؟ طبعا هم رسامون ايه؟ مبدعون. هنا الجملة بتخاطب جمع ايه؟ جمع المذكر. كرم الرئيس المعلمان، المعلمين، المعلمون. طبعا هنا الجملة معايا جملة فعلية، ركنيها ايه؟ طبعا الفعل والفاعل. كرم ده فعل، بيكرم مين؟ الرئيس. الرئيس هنا فاعل مرفوع. الرئيس كرم مين؟ طبعا المعلمين، مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر ايه؟ سالم، تمام. عندنا رقم 5، بيقول التدخين يؤذي نقط،
الرئتين، الرئتان، الرئة. طبعا التدخين بيؤذي ايه؟ الرئتين. الرئتين هنا مفعول به منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى. حصد الفلاح الحقل، كلمة الفلاح هنا تعرب ايه؟ حصد، ده فعل. مين اللي حصد؟ الفلاح. يبقى هنا كلمة الفلاح تعرب فاعل، تمام. حضرت الفتاة نقط فازت بالجائزة، نقول ايه؟ حضرت الفتاة التي فازت بايه؟ بالجائزة. يخطط المهندس المشروع، اعراب المشروع هنا ايه؟ يخطط فعل، المهندس فاعل، المهندس بيخطط ايه؟ المشروع. المشروع هنا مفعول به منصوب علامة نصبه ايه؟ علامة نصبه الكسرة. نال المتفوق الجائزة، ما تحته خط يعرب ايه؟ نال المتفوق. المتفوق هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. نقط يجعلك سعيدا، التفاؤل طبعا برسم الايه؟ الهمزة على الواو. ساعد الرجل، الطفل، الطفل، الطفلة. طبعا هنا ساعد فعل، الرجل فاعل. بين انه ناقص معايا في الجملة المفعول به، والمفعول به بيكون منصوب علامة نصبه الفتح. بنقول ايه؟ ساعد الرجل، الطفلة. قرأ الطفل القصتان، القصتين، القصص. طبعا هنا هنقول قرأ الطفل القصتين، القصتين هنا تعرب ايه؟ طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ايه؟ لأنه مثنى، تمام. عندي أخذ الجائزة المتفوق، ما تحته خط يعرب ايه؟ طبعا هنا مفعول به. لازم افهم معنى الجملة في الأول قبل ما اختار الإعراب. هنا المفروض أخذ المتفوق الجائزة، تمام. هنا قال لنا ينفع ان هو يتقدم المفعول به على ايه؟ على الفعل، وبنفهم ده طبعا من معنى الجملة. المدربون ماهرين، ماهران، ماهرون. طبعا المدربون ماهرون، جمع مذكر ايه؟ سالم. زرع الفلاح القطن، كلمة الفلاح هنا خبر ولا مفعول به ولا فاعل؟ طبعا هنا فاعل. قرأ عمرو الصحف، كلمة الصحف هنا مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة؟ طبعا منصوبة. ليه؟ لأنها طبعا مفعول به، لأنها مفعول به، تمام. عندنا السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ كتب المعلم نقط وصححهما. رسالتان، رسالتين، رسالة. طبعا كتب المعلم رسالتين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. المدربون نقط ماهرين، ماهران، ماهرون. المدربون ماهرون، المدربون ايه؟ ماهرون، تمام. عندي ذهب نقط الى النادي نشيطين. اللاعبين، اللاعبان، اللاعبتان. اللي ناقص هنا معايا في الجملة ايه؟ الفاعل. الفاعل بيكون ايه؟ مرفوع بالضمة إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. يرفع بالألف إذا كان إيه؟ مثنى. بنا نختار اللي هو إيه؟ اللاعبان. ذهب اللاعبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. عند رقم 20 بيقول لك تسلق الشجرة الأطفال، كلمة الأطفال هنا فاعل ولا مفعول ولا نعم؟ طبعا هنا فاعل. الجملة التي بها جمع تكسير هي الحبتان على الشاطئ، يحب التلميذ الفنون، الثوران بالحظيرة. طبعا هنا ايه؟ يحب التلميذ الفنون. ارضعت الام الطفلة امام الجيران، المفعول به بالجملة ايه؟ طبعا كلمة ايه؟ كلمة الطفلة هي المفعول به. يحافظ المواطن نقط ممتلكات بلده، طبعا يحافظ المواطن على ممتلكات بلاده. ساعد نقط المحتاجون، المحتاجة، المحتاجي. ساعد طبعا ايه؟ ساعد، نقول ايه؟ ساعد المحتاج، ساعد المحتاجة. طبعا المحتاجة هنا مفعول به. عندنا الفعل الان بيكون الفعل طبعا ليه؟ ضمير مستتر بيكون عايد على ايه؟ على حسب فهمك للجملة. نقول ايه؟ ساعد انت المحتاجة، ساعد انت ايه؟ المحتاج. يبقى هنا اللي ناقص معايا هو المفعول به والفعل ضمير مستتر، تمام. عندي نظف الشعر العامل، كلمة الشعر هنا فاعل ولا مبتدأ والمفعول به؟ طبعا هي مفعول ايه؟ به. مينفعش هنا اقول الشارع ايه؟ الشارع هنا فاعل، طبعا ده هو العامل هو اللي بينظف الشارع وليس الشارع اللي بينظف ايه؟ العامل. بل لازم افهم معنى ايه؟ معنى الجملة. يحب الجميع نقط الاطفال، براءة الاطفال. طبعا عندي هنا الهمزة رسمت على ايه؟ على السطر.
يذهب صديق إلى المكتبة. كلمة يذهب هنا فعل، طبعا هنا فعل إيه؟ مضارع. الوطن في قلوبنا، كلمة الوطن هنا اسم لأن فيها ألف ولام مربوطة تنوين، طبعا الوطن فيها ألف ولام. يفرح التلميذ نقط يتفوق في الامتحان، طبعا يفرح التلميذ الذي يتفوق في الامتحان. هذان هما الفريقان نقط يتنافسان. الذي، اللذان، اللتان، طبعا هنا الجملة بتخاطب ايه؟ المثنى المذكر، بقول ايه؟ اللذان يتنافسان. نحن متعاونون، عند استبدال الضمير نحن بضمير مخاطب تكون ايه؟ انتم متعاونون، انتن متعاونون، انتم متعاون، طبعا هنا ايه؟ انتم متعاونون. عندنا بعد كده ايه؟ سؤال القطعة عندنا طبعا ايه؟ يدافع الجنود عن الوطن لحمايته من الاعداء، وقد قاوم المصريون الاعداء على مر العصور دفاعا عن ارض مصر الغالية، ولذلك لانهم يعشقون وطنهم. قال استخرج من الفقرة السابقة جمع تكسير واعربه. طبعا عندنا كلمة الجنود هنا نعربها نقول ايه؟ يدافع الجنود، الجنود هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. شبه جملة، ادور في الجملة اللي ادور معايا في القطعة عن شبه الجملة، بيكون لا ظرف يا اما جار ومجرور. عندي شبه الجملة الموجود معايا في القطعة اللي هو ايه؟ عن الوطن، طبعا جار ومجرور. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. قال لي حكى المعلم القصة، كلمة القصة هنا تعرب ايه؟ طبعا حكى فعل، المعلم فاعل، المعلم حكى ايه؟ حكى القصة، بالقصة هنا ايه؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. كرم الرئيس، طبعا نقول ايه؟ الأمهاتي، لأن ناقص معايا في الجملة هنا المفعول به، المفعول به لما يكون جمع مؤنث سالم ينصب علامة نصب الكسر، ودي علامة فرعية، تمام؟ لازم نركز عليها، على هذه ايه؟ على هذه الجملة، تمام؟ عندي هنا الطالب الذي يجتهد يتفوق، قال اجعل الجملة للمثنى والجمع. نستني هذه الجملة نقول ايه؟ الطالبان اللذان يجتهدان يتفوقان. الجمع نقول الطلاب الذين يجتهدون يتفوقون. ننتقل إلى النموذج رقم 2. قال تهتم الدولة اهتماما كبيرا بالكمبيوتر أملا في التقدم والرقي، وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل الوطن. قال لي أعرب الدولة هنا تعرب إيه؟ تهتم الدولة، الدولة هنا فاعل مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضمة، تمام. عندي استخرج من الفقرة فعلا مضارع، طبعا عند الفعل المضارع اللي هو بيكون إيه؟ يدل على الحدث ايه؟ يدل على الحدث الان. عندي كلمة تهتم وكلمة ايه؟ نعمل، تمام. عندي شبه الجملة اللي هو في التقدم، نوعه طبعا هنا جار ومجرور. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين، الصديقان مخلصان علامة الرفع للمبتدأ والخبر هنا ايه؟ طبعا الالف، لانهم طبعا هنا ايه؟ مثنى. كرمت الدولة المتفوقات، المتفوقات هنا تعرب ايه؟ طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة، لانه جمع مؤنث ايه؟ جمع مؤنث سالم، تمام. عندنا صوب الخطأ فيما يلي، وقف المصلين خلف الامام. طبعا عندي هنا وقف المصلون، ان كلمة المصلون هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لانه جمع مذكر سالم. المخلصون محبوبين، طبعا عندي هنا الخبر بيكون على طول ايه؟ مرفوع، نقول المخلصون محبوبون. الامهات رحيمات، طبعا عندي هنا الامهات رحيمات، رحيمات هنا خبر مرفوع علامة رفع الضمة، لانه جمع مؤنث ايه؟ سالم، تمام. عندي النموذج رقم 3 بيقول لنا ايه؟ رجع العامل الى البيت مساء فرحا بعد ان اخلص في عمله، هو يسعى في رضا الله. قال استخرج من الفقرة فعلا، عند الفعل اللي هو ايه؟ رجع، نوعه طبعا ماضي. فاعلا، من اللي رجع؟ العامل، بالعامل هنا هي الفعل، اعرابه طبعا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لانه طبعا هنا ايه؟ مفرد. كلمة بها همزة متطرفة اللي هي كلمة ايه؟ مساء. سبب كتابة الهمزة طبعا لان ما قبلها ايه؟ مد بالالف، تمام. عندي شبه الجملة، احنا قلنا شبه الجملة يا اما ظرف يا اما جار ومجرور. عندي هنا
شبه الجملة كلمات ايه؟ مساء. طبعا هنا نوعه ظرف زمان، وكلمة بها الف لينة اللي هي كلمة ايه؟ يسعى، اللي هي تكتب يا وتنطق ايه؟ الف. تمام، الالف اللينة. تمام، قال اجب بما هو مطلوب، انت معلم متميز. عايز اجعل الضمير للجمع للجميع وغير ايه؟ ما يلزم. نقول ايه؟ انتم معلمون متميزون، كده ايه؟ جمعناها. ذاكر الطالب الدرس، قال يجعل الفعل للمثنى. تمام، نقول ايه؟ ذاكر الطالبان ايه؟ الدرس. هذه هي البنت التي فازت بالجائزة، قال سن واجمع الجملة وغير ما يلزم. لسن هذه الجملة نقول ايه؟ هذه هتبقى هاتان، هي هتبقى هما، البنت البنتان، التي نقول اللاتان، فازت نقول فازتا بالجائزة. تمام، عايز اجمعها اقول ايه؟ هؤلاء هن البنات اللاتي فزنا بالجائزة. وبكده يا سنة خمسة هكتفي معكم بهذا القدر، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح بإذن الله. وإن شاء الله هسيب لك رابط المذكرة في صندوق الوصف، حملها وذاكر منها، وإن شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. طبعا قلنا لأنها شاملة طبعا كل نماذج الامتحانات الأعوام السابقة زائد إيه؟ نماذج الوزارة الاسترشادية. وإن شاء الله انتظرونا، هننزل لكم جميع المواد على القناة، مراجعات نهائية وامتحانات متوقعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.